عسلام ومرحبا بكم في فلوج جديد. ايش باش نقول لكم، انا فرحه مش نورمال. دبر تسكرة تاع فينال اخيرا، ما كانتش سهله بالكل بالكل. واحد اسبانيوري ما هوش ماشي من الاول، تلب علي حق زوز كلاوي ومن بعد رديتهم حق كلوه بركه، دونك الكل بالكتبه ما الحمد لله هو كاتبه وماشي توا بقدره ربي برلين. الحقيقه قبل ما تبدا الكوب دوروبا هذه ما كنتش نايم حجمله باش نتفرج في حتى بارتي، فيو اللي صاير في فلسطين والدبريما الكوليكتيف، نصور الناس كلهم دبرمين واللي صاير ان شاء الله ربي ينصرهم ويعطيهم يا ربي القوه. مي منكار حتى شيء، مشيت نهار الاولاني قدام استاد سويسرا المجر، كانت تفكروا الفلوق الاولاني، لقيت تذكره سون باهي، دخلت من وقتها جي بري جو وعجبني الجو، وهذيا معناها ما بين ضحك ولعب. البارتي الاخرانيه اللي باش نتفرج فيها بعد شهر كامل من اللي بدات الكوب دوروب، والبارتي رقم 14. سبحان الله، الواحد من اللي كان معناها ماهوش نافح بالكل ولا داخل 14 بارتي، يلا ناخذ الكهرباء ونقصد ربي ديريكت مول برلين ديجا مع شوخت بالكل. يا ربي العمال عليك، مازال لي تقريبا 600 كيلومتر على برلين، اقسم بالله كاني ماشي مروح لتونس. يمكن كي نروح لتونس ناخذ الطياره ونوصل لتونس ونخلط الدار، ومازلت فهمتني ما خلطش لبرلين لهنا. في تونس فما ديك الحكايه بنحاولوا لما حالة نختاروا على اساس ربي نخبو سالمين وكهوت. الحمد لله يا ربي اخيرا خلطت توا بريسك 11 وربع متاع الليل، انا بحذا الكوزان بتاعي لون ويكاند في برلين فينال كوب دوروب، وجو حاسي لو واحد مفشخ سبع سوايع غير ربع سيقة على فرد جنب. ملا برلين نعمل في دوره توا ماضي ساعه تاع الصباح، تقول 10 تاع الصباح معبيه مش نورمال، انا والكوزان بتاعي والروايح ما تحكيش، الروايح الكلها فهمتني نعناع. ماضي ساعه ونص تاع الصباح، مترو متعدي، عباد يمكن 100 واحد قدام بواطا. مرحبا بكم في برلين. يا سيدي جيت باش نعمل قهوه انا والكوزان بتاعي، قهوه اسمها لا ميزون، ولا حاجه حلوه على الاخر، جو مش نورمال. تصوروا بالله واحد نورمالمون جاي باش يتفرهد ويشيخ في برلين، ولد خالتي جايبني للسال دو سبور، ننقد كلي بالعرق وحالتي تكرب، اما برجوليه ما احلاها السنتيمون بتاع واحد اسمع اكل لي زرمون بتاع الشيخه ضاربين له في راسه. يلزمكم تعرفوا اللي برلين هذيا اكثر بلاد ممكن سبيسيال في المانيا الكل، الجوناس الكل تعيش لهنا، الحفلات الكبار الكل لهنا، شو نقول لكم معناها الاوروب الكل ملمومه لهنا. ثمانيه مرات اكبر من باريس، ثمانيه مرات اكبر من باريس، الي انورم، مي امور لوجيستيك دي سيرفي بالكدا بالكدا، من اي بلاصه لاي بلاصه تنجم تمشي لها معناها في لحظه. من الكسندر بلاتس نبداو الدوره نتاعنا على الساقين. واحدة من أشهر البلايص في برلين هي الألكسندر بلاتس اللي فيها الفيانزيتوم، تور نتاعي قاعد ترزة توا وليت معناها براتيكمون أن أندروا توريستيك، والفوق بكل فما أن ريستورون إكسترا أوردينير 360 دوغري، أنت تبدا تفطر ولا تتعشى وهو يدور بيك أفيك أون فيو بانوراميك على برلين غير عادية. السامبول متاع برلين اللي هو الدب، مش بعيد برشا على الكسندر بلاصه نلقاو الدوم متاع برلين اللي هو ديريكتومون على الواد في بلاصه اكسترا اوردينير. اي واحد يجي لبرلين يلزمو يعمل دوره في البطوات هذوكم، خاطر يوريكم برشا بلايص حلوين على الاخر في برلين وانتم قاعدين على بلاصتكم. كولتورالمون بارلون برلين هي احسن بلاد في المانيا، باش نكونوا واضحين، معبيه باللي جون، معبيه باللي زيفينمون سبورتيف، معبيه بالمسارح، معبيه بالسينماوات، معبيه باللي تحب عليه انت. برلين هبلة هبلة توكور والله. برلين هو من أول الدنيا يحكموا فيها كان المقوشين، أو فهمتني، غير سوق بسكليت كبارك البسيك القاسمين الكياس مع الكراهب كريمو، وعاملين لهم باركينج ويت بلاش ودنيا. كان جيت بالكهرباء اقسم بالله باش تباركي لازمك تدفع فهمتني كلوه باش تباركي. الجامعه نتاع برلين المشهوره ياسر هومبولت اونيفرسيتيت اللي معناها خرجت برشا فلاسفه، واللي هذا جاب كرسيه، الفرقه قاعده تعدل في الاوتار نتاعها، والناس خويا مبطحه لهنا يتفرجوا الاوبرا في الشارع.
انت دين ليندن هذا اشهر شارع تقريبا في المانيا الكل. هذا امبل مان اختراع برليني بحت، اللي هو وفات الاضواء نتاع السيركولاسيون الكل، على عكس اللي تعرفوهم بتدري في تونس كلهم هاي الفيجور نتاعهم، دونك الاحمر والاخضر. هو الامبل مان ريتوه ديجا ديجا للبراندنبورغاتور. زعما شكون يهزها بعد التعب هذا الكل، سبانيورو ولا الانجليز؟ شناوا استعمروا الكوره السنه، اللي سبونسور كلهم شناوا، الي باي اشهرهم، وهل يخفى القمر هذا البراندنبورغاتور اشهر تقريبا معلم في المانيا الكل. دونك ما فماش فيلم في المانيا يتصور ما يجيوش لهنا، ما فماش ريبورتاج يتصور ما يجيوش لهنا. شوفوا سفاره امريكا وين. وثم علاش؟ على خاطر امريكا هي الوحيده اللي وقفت لالمانيا بعد الحرب العالميه الثانيه. يقراوا على البلان مارشال اللي هو البلان تاع التكشف، واللي امريكا ساعدت فيه المانيا على الاخر باش تعاود تقف على ساقيها بعد الحرب العالميه، وقعدوا لتوا مدينين للي عملوه الامريكان باش يعاودوا يرجعوا على ساقيها. وبالطبيعه احسن بلاصه باش تعمل فيها فان زون ورا البراندنبورغاتور ديريكتومون لهنا، غدوه نتصور باش يجيو الاف العباد باش يتفرجوا في الفينال. عملاقة الفانزون، عملاقة. نتصور كان جيت ألمانيا تلعب غدوة مينيموم مينيموم يمكن 500 ألف تهز لهنا. Music coming home. Yeah. Walid, I can't believe I'm still in Germany to be honest. Yeah. I had so many cancelled flights going home. The only question is Zek coming home? That's at this the point, question now. Why do you think I'm here? By the way, we have talked Wimbledon, if you remember, about Ons Jabeur. Big up Ons Jabeur. Keep winning and good luck in the future. That's for you, Ons. هذوما من هنا الانجليز شيخين فهمتي، ومن هنا اسبانيور جاوا عند راسهم يطبلوا. البرلمان الالماني البوندستاغ وين لي بارلمونتير يتلموا باش يخليونا بجرتنا. الحقيقه هو مش وقت باش واحد يحكي برشا بوليتيكا، اما اللي عملوه فينا لي بوليتيسيان الالمان تشوفوا في البرلمان مكتوب عليه ديم دويتشن فولك، معناها للشعب الالماني. اقسم بالله كوروا بينا كوروا بينا تكوير. الكوفيد زرقوا للعبيد زريرق، هاو توا بدات تبين النتائج نتاعها سورتو الاسترازينيكا بالسيف، يا تزرق يا ما تتحرك لحتى بلاصه ويطردوك من الخدمه ويعملوهم لك الكل. جات الحرب نتاع اوكرانيا، الفلوس نتاعنا الكل بعثوهم لاوكرانيا. من اللي كنا في الكوفيد عندنا كيما تقول انت ان سيربلوس نتاع فلوس عند الكيس، توا الدوله مساله في مليارات الاوروات ومازالوا قاعدين يعطيو. بديت بالحق لو ديكلان توتال اي بيان سور ايكونوميكمون بارلون، على خاطر ثم برشا ترينوات ما ركبناش فيهم في الوقت. التران بار اكزومبل نتاع الكراهب الالكتريك شنو طاروا تيران والالمان مازالوا راقدين. ميم الموبايل بيمنت حتى لتوا في المانيا تمشي لاي بلاصه في الاوروب ديريكت تجبد التليفون نتاعك وتخلص. المانيا قديش من حانوت وتلقى حانوت كبيره ويقول لك ليه ها ما نقبلش الا الكاش. بعد بعدنا برشا برشا برشا. الانجليز هم مشنعينها لهنا. واو على الوجوه النيره. انا توا في الميموريال بتاع اليهود اللي عاملينه تقريبا 500 متر على البراندنبورغاتور. على خاطر التاريخ ما يرحمش، وعلى خاطر التاريخ ما تنجمش تفسخه بجرد قلم. اللي عملوه النازيين في الحرب العالميه الثانيه من عام 39 ل 45، ولا خليني نقول حتى من 38 ل 45 ولو ادته في سيل 39، الى يوم الناس هذا الالمان قاعدين يخلصوا فيه. ولكن البشريه ما تعتبرش. اللي تعمله في العباد يرجع عليك، اللي تعمله في العبيد يرجع عليك. Doch nach Feierabend was quasi waren für den Spaß bereit. برلين اول مره تذكري اوفيسيلمون اغلى من هامبورغ. الجو نتاع برلين في العشيه وغير عادي. شنو نعملوا دوره توا في كرويتسبرغ، هذه الحومه نتاع الجو والسهريات الكل. نكملوا سهريتنا غاديكا وغدا يوم جديد. صباح الخير صباح الخير. اليوم النهار الموعود فينال كوب دوروب 2024. الواحد ساعات يبدا يخمم يقول الوقت طار تيران. ايطاليا لانجلتير اخر كوب دوروب، اليوم اسبانيا لانجلتير مره اخرى. ما بعرف شكون باش يربح. انا اليوم ان شاء الله في قاعد في فيراج اسبانيور بقدرة ربي، دونك نتصور معناها باش تكون بارتي نار. دو فوتبول كومبليتمون ديفيرون. اول محطه بالنسبه اليوم الفريب. الفريب نتاع برلين ايغافي جلند، هذيا سوق كبير على الاخر على كل لون يا كريمه يا شي سيكان يا شي دبش ماكله كل شيء. جيتش نعمل طله قالوا لي اللي لهنا
حياة برلين الحقانية. ودايور حتى جماعة الكوب دوروب عاملين ستون هنا تلمول بلاصة معروف. يا ربي العمال عليك، واحد كي غير بدأ دورته من هنا والمطار قالت أنا فا من هنا. أقسم بالله كيني بلاد تروبيكال والله، ليزيل موريس ولا سيشيل، لكن اللي معناها تعطيها مطرة متاع نص ساعة بالضبط الدنيا كل تغرق وبعد تولي شمس وتسخانة تحرق. البلاصة كلها غير عادية، من العبيد للجرافيتي للشيء اللي يبيعوا فيه، كل شيء كل شيء. حس في روحي نعيش في الثمانينات في ألمانيا الشرقية. بديت البرشا انتم ما يعطينيكم حتى شيء، معناها ألمانيا الشرقية في الثمانينات راهو نحكيوا على الكوميونيزم. نزيد نعدي فيلتر سينماتوغرافيك ونديرين نصور في فيلم. كفت المطر في لحظة ما عاد تفهم شيء من الطقس. شوفك السيرفيتمون العزيزة الغالية، واو شيء عامل كيف. مشيت نصوم في لونيت توا، اما مانيش سير اسكو نتاع نساء ولا تاع رجالك اللي تنجم تكون ميكست. عاد نسأل في السيد قلت له هذه نتاع نساء ولا تاع رجال، قال لي 2024 مان it doesn't matter برلين. هاكم تشوفوا في الاشكال الغريبه ديجا. يا سيدي هاو دقيقتين لعب شمس تقريبا 30 دوغري، نحينا وجبدنا فهمتي المريول نص يد نتاع بوشانيه بالتونسي اللي لابس شاشيه. يا ولدي قسما بالله سيف السنان احكيه الحفار قبري. توا جيت لوحده من اشهر البلايص في برلين وخاصه بالتاريخ نتاعها ايست سايد جاليري اللي هو الحائط ولا الجدار نتاع برلين اللي قبل كان يفصل ما بين برلين الشرقيه وبرلين الغربيه، وتنجم تقول المانيا الشرقيه والمانيا الغربيه، واللي طيحوه الالمان بيدهم في ثوره شعبيه تنجم تقول ثوره بلاش دم زاده قعدت في تاريخ البشريه نهار 9 نوفمبر 1989. انا توا في الشيره الشرقيه والحيط المحلول من غاديكا ديريكت مو يدخل على الشيره الغربيه. لازمكم تفهموا اللي قبل اي واحد كان يحاول يتعدى المير كانوا يكرتشوه ديريكتومون. بالطبيعه عاد بدون تعليق، اما باركونت الراجل اللي كتب هذه قداش طوله ما نعرفش بالضبط، مي انتوكا كله جرافيتي توا، كله سيدي زارتيست اللي جاي، وكل مرة يجي ارتيست من بلاد يزيد تصويرة جديدة يقدم على التصويرة اللي قبلها. فوالا بخطوة دخلت لألمانيا الغربية اللي قبل كانت حاجة مستحيلة، ايام عباد ماتت وهي تحاول تتعدى من ألمانيا الشرقية لألمانيا الغربية. من أكثر التصاور المعروفين في الإيست سايد جاليري هي التصويرة هذه اللي ترمز للعلاقة ايفيدامون ما بين الاتحاد السوفيتي سابقا وألمانيا الشرقية، اللي بتبيع البلوك نتاع الكوميونيزم. الاتحاد السوفيتي هو اللي فك ألمانيا الشرقية كل، والغرب ألمانيا الغربية قسموها ثلاثة بلدان فرنسا وانجلترا وأمريكا. كون قال اللي بشي جي نهار نولي أنا شدد نصور في ثقدن. والله يا دنيا وكاهو ملا تورنوات عدا، والله عشت حاجات الحمد لله اللي عشتهم وكاهو. في هذا الكل فما واحد بركة نشكره بالرسمي من القلب قد ما نشكره شوية، خاطر الكلام توكي شيب كما يقولوها. مرتي سلمى نقول لك نحبك برشا برشا برشا، انت وسيلين بنيتي، وان شاء الله ربي يفضلكم ليا وان شاء الله ربي يعطيكم كل ما تتمنيه الزوز. طول الأربعة وخيط واحد يروح للدار ياكل حاجه بعد تخسر ربي ان شاء الله الاستاد. قسما بالله ما باركيت كان كي حياتي عفتها. تحيه لجماعه الباركينج تاع القاهره هذه، يعني لازمني نبلاسيه في فينال كوب دوروب. اما والله ليه بالحق ما جيتش بالترونسبور وقلت خاطر بعد في الخروج باش تتعبى على الاخر وباش ترسيلي خارج بعد ساعة ونص ولا ساعتين من البارتي باش نروح للدار، قلت هيا هاتو نجيب الكهرباء وكذا. ندمت. الملعب الاولمبي ببرلين اخيرا، سنتيمون غير عادي الحمد لله اللي تدخل الفينال كوب دوروب. اونكور اون فوا ميرسي للعبيد اللي بعت لي تسكر بزومهم مهدي فيليب دوفي اساسين فيلم دانك نورمال في شفايت سكوتلاند ملعب برلين. زوز ذكريات، اولا مع الفينال تاع كوب دي موند 2006 انجلند بيج لاو.
الاخير اسكو فينال معناها 2006 والكوتبول نتاع زيدان، والذكرى الثانيه 2015 الفينال ما بين يوفي وبرشلونه. اسبانيور ما هو شعب حفيل يا عاد نتاع جو ودنيا شيخين شيخين مش شعب. فما 50 مليار طريقة تاع تعبير ما لقاو يعبروا كان هكايا. شنو تحب نقول لكم؟ اسبانيور هامورايا شيخين ان شاء الله يفرحوا اليوم، الحقيقة نحبهم على الاخر، شعب تحفون على الاخر، برو فلسطين. تقول يوم الحشر مش لاعب. واو 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 واو، ملعب اولمبي يقعد ملعب اولمبي، ملا رهبة ملا رهبة وكهو. الانجليزي للتسخين يقدمهم هاري كين اللي ما يهز حتى تيتر حتى توا. دخول المنتخب الاسباني للتسخين اللي قدمهم موراتا. الانجليز كيف كيف سلمو محبوب السيد. بعد شويه باش نبدا الحفله نتاع الاختتام. حفله سامبل وحلوه. دخول اللاعبين واو واو. الفينال ديما عندها شرب وحده والله. زايد زايد لا دومي فينال لا بارتي دو بول لا والو. السيد الوطن الانجليزي تكتيك قدام موراتا وراهم ويليامس ويامال رودري رويز. الانجليز بثلاثه 3-5-2 ماينو قلب بالتروا كامل نتاع الانجليز. ملا بارتي يا ربي حني وكاو. الترونكيليتي اللي يجيبها كارباخال في الديفونس حاجه من وراء العقل. بورتو اللي با لو بلو كرون ولا لو بلو كوستو، مي الى بورت اون ترونكيليتي غير عاديه. سي سكون ابيل اكسبيريونس. كالعاده الرابيديتي اللي تفك بها اسبانيا الكره قياسيه مش لعب. والمو بدل من اليمين لليسار يمكن في 3 سكوند. كل نجي الكره عند كوكوريا صفروا عليه. والسبانيور يشجعوه. ماهمش عاديين الالمان والله، معقدين معقدين. هو شنو دخلوا في الاربيتر كيما صفرهاش بلاتي؟ شنو دخلوا؟ الانجليزي مطيش وحده في الفيراج تاع اسبانيور مسكين. ثلاثة 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 عليه ثلاثة عليه. الانجليزي يلعبوا يا حسرة على الانجليز على البريمير دور والوتيام. يلعبوا في كورة ياسر مزيانة. وساكا ميتامورفوزي مش لعب. قدام دو ماتش ثقيلة على الاخر خاطر لي دوز ايكيب سو ريسبكت بطريقة غريبة. سي توتا في نورمال فينال هذيا راهي. الحقيقة معناها سي تريبل فينال، تري تكتيك تحسها مازال ما ظهر حتى شيء، مازال الوقت. توا انا اليوم قاعد كاتيجوري 3. صدقوني نورمالمون الكاتيجوري هذيا بالنسبه للعبيد اللي تفهم الكوره واللي تحب تحلل الكوره
اعز بلاصه في التيران، يمكن يلزمهم يعملوها اغلى بلاصه في التيران. صحيح في الوسط اقرب للجوارات وكل شيء، مي تكتيكمون بارلون باش تفهم اللعبه الفوق التالي ما ثماش مخير. قسم بالله عندي مده ما شفتش هكا كوره. اسبانيا اسبانيا لور قاسم تشيل في راسه كوره تشيل. واو مع لابورتو لو نورمون من اللعبه زاد عندهم في اللاكس. اسبانيا عندها كليرمون مشكله في التسنتير من اليسار لليمين. الانجليزي يحبوا يعملوا سوبيريوريتي نيميريك من كوتي اليسار. اخزر ديجا 4 كونتر 3 ديما اساسي باش فودن يلقى روحه وحده. اخزر 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 فودن كيفاش وحده ولا اخزر ديما فودن كيفاش يلقى روحه وحده ولا شونجمون دو تكتيك توتال بالنسبه لاسبانيا. ويليامز نقل من اليسار لليمين، يعملوا في ترونجيولاسيون مع بعضهم كاريمون. دو كونتر ان سير اليسار الانجليز كالعاده. سوبيريوريتي نيميريك جاي من سير اليسار. الحقيقة أنا لهنا توفى معارفي الكروية خاطر ما عادش فاهم حد شيء. ولا ويليامز على اليمين، يامال على اليسار. أوكي. حاجة قوية برشا نشوف فيها هكا. ميتون الشاب بارتي تفرجت عليها في اليورو. اللي دوني جون فينال قوية على الأخر على الأخر على الأخر. الإنجليز ظاهرة في الأخر حبوا يعملوا سوبريوريتي نيميريك على اليسار. بون اسبانيور افيك لي باس نتاعهم افيك لا ستابيليتي في الديفونس افيك اون ريكوبيراسيون هايبر رابيد. سا فا ايتر اون دوزيام ميتون نار نار نار. انطلاق الشوط الثاني. هذه زادت فوت قدراتي في الميتون. بدل رودري بزوب مندي. ما نفهمش رودري اكثر انسان ستابيليزاتور في ليكيب اسبانيول. اسكو تضرب ما نعرفش. مي اون توكا تبديل على اول الميتون. الانجليز كما تروح هولندا بدل كين ودخل ووتكنز بونتا بونتا. اما يلعبوا دي بيرامو، كين يلعب بالراس والاخر يلعب بالساقين. الفوتبول مودرن والوبسيناسيون انه الجارديان اول باس يعطيها للديفونسور اللي بحذاه يحسن على التسنتيرات نتاع ابو بكر الزيتوني. وي غادي تقعد ولا ما تخرج ولا ما تخرج. برافو من الاسباني من الاسباني. يا سيدي هم ولاو يشجعوا في موراتا. الفارو موراتا خارج ويرزا بال داخل. هاي تي كونترنر تاع لانجلتير خرج ماينو ودخل بالمر، خرج سيس ودخل ويت بور بلوس داكور اوفونسيف. تدوير كرة عاد ما عندهمش مرحمين اسبانيول. ينجم يدور الكرة 250 دقيقة. كول بالمر هذا هو طاح عندي انا. واو كوتشينغ نجح على الاخر. كول بالمر كول بالمر من تالي يجي دوزيام بال يدخلها بطريقه غير عاديه. فسخ وعاود من جديد تو عاود كل شيء من جديد. Mais quand même, j'ai l'impression que les Espagnols ils ont les moyens de se faire. Waouh! Je suis en train de me faire confiance. Ah,
قاموا اسبانيور قاموا اسبانيور يشجعوا فيك بدك برافو للاسبانيول شجعوا اي برافو دز شو كارباخال وين يلعب رام نولا يحبوا يكملوها برمومة 90 مشكلة الانجليز ما تمنهمكش والله تذكروا كونتر هولندا 95 اسبانيا تضيع في فرص ان شاء الله ما تندمش عليهم والله خاطر بالحق معناها راس كراس الجول تحلوا مع اليمين ولا على اليسار حتى لو في دي جارديان ماني تايم اللي ماركي توا وفين لعب الحمد لله واحد حضر على كوب دوروب كاملة 14 بارتين